ضيف الحصه التدريبيه الاخيره قبل تنقل للعاصمه عشيه اليوم الجمعه لمواجهه الاتحاد غدا السبت بملعب عمر حمادي ببلوغين ضمن افتتاح الجوله الاولى وجاءت الحصه تكتيكيه ركز فيها المدرب نبيل الكوكي على طريقه اللعب التي سينتهجها من اجل العوده بالانتصار فارس الشايب حضر الحصه وبعث بالتالي بالنسبه للمقابله تعرف مقابله بدايه موسم بالنسبه لنا احنا على الاقل دونك آه, اليوم آه, الفريق المنافس اليوليوس ما معناها فريق كبير آه, بالطبيعه عنده افونتاج ان تيتو فونتاج معناها عنده 90 دقيقه في ساقي دونك وعنده دي روبير كل ده ماتش أوفيسير بالنسبه لنا احنا باش ندخلوا اول ماتش بعد 8 اشهر نحن واجدين حضرنا المجموعه كما يلزم مجموعه ايزون لونفي معناها وموتيفي باش في اول خرجه نتاعنا ان شاء الله معناها نروحوا بريزيتا بوزيتيف دونك هذوما تروا من جمله لي اللي باش معناها اللي باش ننافسوا عليها في في الدوري ونحن جاهزين ان شاء الله وان شاء الله نكونوا في عند حسن الظن معناها الاحباب كل في يوم المباراه نهار السبت ان شاء الله